يا جماعة اللي سواه الرئيس أول امبارح صدالة هلأ ما خلص، وموضوعه مطول وكل يوم بتعقد. المواطن العادي تفاجأ، ما بالكم بصناع القرار، ما بالكم بالجمهوريين. خليني أحكي لكم شو صار. أنا اسمي هاب، هاي الوراء اسمها سكاي. إذا كانت هاي أول مرة لكم بالقناة فبتمنى منكم إنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. هلأ خلونا نبدأ فيديو اليوم. سلام، اللي بيتابع قناتي حيلاحظ اني شادد حيل كثير الفتره الاخيره، وحابب اقول لكم كل الاخبار كانت كبيره او صغيره، وبالاخر بتعرفوا حقكم وقراركم بايدكم عشان تعرفوا تتصرفوا. نبدا هذا الفيديو بلايك، هذا بيساعدني وبيساعد القناه كثير، وشكرا كثير لكم مقدما. اليوم راح اتكلم عن تطورات خطه تحفيز الاقتصاد الجديده من طرف الجمهوريين، وشو كان ردهم، ومعلومات اكثر عن اللي قاعد يصير، والرسائل اللي كانت تبعثها نانسي بيلوسي كل يوم. وبعدها هتكلم عن حالات كورونا في امريكا. نتكلم عن تطورات الخطه الاقتصاديه. في الفيديو السابق تكلمت كيف انه الجمهوريين في وضع لا يحسد عليه، وانهم هلا مطلوب منهم انهم يستجيبوا لترامب او انهم يوقفوا ضده. اللي صار كان في اجتماع هاتف بين الجمهوريين، وبعضهم تواصل مع الرئيس في محاوله لفهم شو صار، وبعدها يعرفوا كيف يتصرفوا. هلا الجمهوريين لازم يختاروا شغله من ثنتين، الولاء لترامب او الولاء للتشريعات. ترامب بيحاول يقلب النتائج بتاعت الانتخابات الاخيره عن طريق استخدام الكونغرس بانهم يعترضوا على الاصوات الانتخابيه في جلسه التصويت يوم 6 يناير، مع انه الجمهوريين هلا على حسب الاخبار في امتعاض كبير جدا 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 من ترامب، وانه هذا الشيء صار اخيرا واضح بعد 4 سنين من فترته الرئاسيه، وصار كمان مبين انه ترامب بيعطي مكافآت للاشخاص اللي بيعطوه ولاء عالي جدا، يعني حتى فوق ال 100%، بنتكلم عن 150% ولاء، وهذا اللي مخوف الجمهوريين من انه الرئيس يتمادى اكثر من هيك، وانه الرئيس كمان حاسس انه سلطته قاعده تضعف، يعني سلطته بعد دقيقه أضعف من سلطته حاليا، وبهيك هو حيكون خطير. على فكرة في ناس بيحكوا انه تصرفات الرئيس عبارة عن ردة فعل للناس اللي حواليه، اللي بيحكوا له لازم ترضى بالخسارة، تعترف بالخسارة، تطلع تتكلم تحكي انك خسرته عادي وتمشي الموضوع وتوقف مشاكلك وتكفي الناس شرك، فهذا اللي سواه كأنه بس ردة فعل. المهم اتكلم هلا عن الرسائل اللي بعثتها نانسي فيلوسي. امبارح نانسي فيلوسي نزلت رسالة لأعضاء مجلس النواب بتتكلم فيها عن انها بدها تنزل تشريع يتم التصويت عليه ثاني يوم اللي هو يوم الصبح الساعه 9، وفي تغيير لشيك تحفيز الاقتصاد من 600 ل 2000. بدي اقرا لكم الرساله. بيلوسي بتحكي: الزميل الديمقراطي العزيز، فقط عندما تعتقد انك شاهدت كل شيء، الرئيس قال في الليله الماضيه انه من المحتمل ان يستخدم حق الفيتو ضد اتفاقيه المجلسين التي تم التفاوض فيها بين الجمهوريين والديمقراطيين، وقال إنه سيفعل ذلك ما لم تتم زيادة مدفوعات الأثر الاقتصادي إلى 2000 دولار. في المفاوضات بين الحزبين، القائد شومر سأل مرارا وتكرارا الجمهوريين ما هو أغلى رقم يمكن أن يقبله الرئيس للمدفوعات المباشرة، وأجابوا بصمت مثل أبو الهول. في المفاوضات لم يتجاوزوا 600 دولار، وفي بعض الحالات اقترحوا 500 دولار. بالأمس قلت إن الديمقراطيين سيذهبون إلى القاعة ويطلبون الموافقة بالإجماع لطرح مشروع قانون مستقل لزيادة المدفوعات، زيادة شيك تحفيز الاقتصاد. للقيام بذلك يتطلب موافقة الزعيم الجمهوري، هذا الاتفاق ضروري في مجلس النواب ومجلس الشيوخ. إذا كان الرئيس يريد حقا الانضمام إلينا في المدفوعات قدرها 2000 دولار، فعليه دعوة القائد مكارثي للموافقة على الطلب بالإجماع. من المقرر أن ندخل في جلسة أولية غدا الساعة 9 صباحا، ننتظر كلمة من القائد هوير اللي هو زعيم الأغلبية في مجلس النواب حول إذا كان القائد مكارثي سيوافق على طلب الموافقة بالإجماع أو رفضه. تعرف الدولة بأكملها، من الضروري أن يوقع الرئيس على مشروع القانون هذا لتوفير الإغاثة من فيروس كورونا وإبقاء الحكومة مفتوحة. دعونا نصلي. مرة ثانية نانسي بيلوسي بتستغل هذا الشرخ اللي صار بين الجمهوريين وبتحاول تكبره وما تخفيه، ومش بس هيك بدها تعمل انه يكون صعب اخفاءه. والمشكلة اللي ميتش دائما بيحاول يتفاداها هو انه الجمهوريين يبينوا منقسمين ويبينوا انهم مش متحدين. حتى الخطة اللي بقيمة 500 مليار دولار اللي صوتوا عليها، الهدف من هاي الخطة كان اكثر شيء هو انه الجمهوريين يبينوا انهم متحدين في المفاوضات بينهم وبين الديمقراطيين، لما يكونوا رايحين ومعاهم خطة في ايدهم، غير لما يروحوا فيش شيء في ايدهم ومش متحدين على كلمة. يعني همه لميتش ماكونل كيف يخلي الجمهوريين ايد واحده ويبينوا ايد واحده حتى لو ما كانوا هيك. لكن بصراحه كل الخطط هلا لازم يبلوها ويشربوا ميتها بصراحه. لو الرئيس فعلا بده 2000 دولار شيك تحفيز الاقتصاد يروح لكل ادلت، لكل واحد بالغ، و4000 دولار للمتزوجين، المفروض
هو كان جزء من هاي المفاوضات اللي كانت بتصير. وقتها كان أخذ كل شيء بده إياه بصراحة، إلى 2000 دولار ويمكن أكثر، لكن فعليا هو كان خارج الصورة وخارج الموضوع، لأن المفاوضات كانت بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، والبيت الأبيض ما كان له أي دخل في الموضوع. نانسي بيلوسي وتشاك تشومر حاليا ما بدهم إلا أنهم يحرجوا الجمهوريين، وبصراحة هذه خدمة كبيرة أعطاها ترامب لنانسي بيلوسي، إنها تبين إنها الهيرو، إنها البطلة، وإنها حتعطي الناس أكثر من الجمهوريين بدهم يعطوا، حتى لو إنه الرئيس اقترح، لأنه مقترح الرئيس شيء، لكن الحرب اللي بتصير عشان هذا إشي يمر أكبر بكثير من مقترح الرئيس. فلما تيجي نانسي بيلوسي وتحكي لك إنه الجمهوريين كان بدهم يعطوا بس 500 دولار شيك تحفيز الاقتصاد، هي قاعدة تنشر غسيلهم الوسخ، مع احترامي لكم. هلا خلونا نفرض هالشغله، خلونا نفرض انه كيفن ماكارثي قال ماشي خلونا ننزل مشروع قرار جديد لتغيير قيمه الشيك من 600 ل 2000 دولار ونصوت عليه. على الاقل على الاقل حيكون في جمهوري يصوت ضد هذا القرار ويرفض هذا المبلغ ويستكثر على الشعب. هيك هم حيبينوا بطريقه سيئه جدا جدا قدام الشعب، وخاصه انه في انتخابات مصيريه شغاله في جورجيا. لكن تخيلوا شغله ثانيه، تخيلوا ان كيفن ماكارثي يحكي لا. على فكره هو حكى لا، يعني حاحكي في الفيديو لقدام، حكى لا مش موافق وما بدي أي تشريع ينزل على مجلس النواب يتكلم فيه عن 2000 دولار شيك تحفيز الاقتصاد أو تصويت عليه أو أي شيء بتعلق في هذا الموضوع. هيك حيبينوا أنهم سيئين طريقة أكبر بكثير من أنهم يرفضوها في المجلس. يعني هلأ عشان الموضوع يمر منهم بدون مشاكل الجمهوريين، لازم المشروع القرار يمر بينهم بدون أي رفض تماما، ويعملوا عكس الكلام اللي حكوه في السابق. ما بعرف إذا هذا إشي بيقدروا يسووه، لكن بالآخر لازم نعطي نانسي بيلوسي كريدت على ذكائها وحنكتها وكيف تقريبا قاعدة تقلب الطاولة عليهم. حتى لو أنا مش موافق عليها في تصرفاتها الأخيرة، لكن بصراحة القاعدة تسويها هلا إجاها على طبق من ذهب زي ما بيحكوا. فهي سياسية من الدرجة الأولى وحطت الجمهوريين في الزاوية. لا أنا مع الديمقراطيين ولا أنا مع الجمهوريين، أنا قاعد أتفرج أشوف شو قاعد يصير. المهم الجمهوريين اليوم الصبح ردوا على طلب الديمقراطيين، وكان ردهم برفض محاولة الديمقراطيين لتمرير شيك تحفيز اقتصاد بقيمة 2000 دولار كشيك تحفيز الاقتصاد للأمريكان. اللي صار زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني هوير قدم عرض للمجلس، لكن تم رفضه من زعيم الأقلية كيفن ماكارثي اللي هو جمهوري. لكن في نفس الوقت الديمقراطيين رفضوا طلب من نائب روب ويتمن لتخفيض المصاريف الخارجية اللي لها علاقة بالمساعدات في الخارج، مع انه هذه المساعدات موجودة من سنين وسنين وسنين، من عشرات السنين موجودة، دائما الحكومة الأمريكية بتعطي مساعدات للخارج دائما، مش إشي جديد، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع عليها كذا مرة، مش إنه إشي جديد عليه، بس إنه يجي هلأ ويخربط الأمور ويخربط الورق ما بعرف كيف زغطت معه. لكن اللي صار اليوم الصبح نانسي بيلوسي ردت برسالة على تصرف الجمهوريين، وأنا بصراحة أعتقد إنه هذه الرسالة كانت جاهزة يمكن من أول ما الرئيس الأمريكي يتكلم عن 2000 دولار. أول ما سمعت عملت رسالة تتكلم فيها أنه يلا نصوت، وعملت رسالة أنه الجمهوريين مش موافقين، مجهزة حالها عارفة أنه هذا الإشي رح يصير، وبصراحة السيناريو كتير محتمل. المهم اللي قالته نانسي بيلوسي وأنا هترجمه حرف بحرف، اليوم في صباح لكريسماس إيف الجمهوريين رفضوا إعطاء الأمريكان 2000 دولار اللي الرئيس وافق على تقديمها. لو كان الرئيس جاد بخصوص الدفعات المالية المباشرة قيمة 2000 دولار لازم يكلم الجمهوريين في مجلس النواب عشان يوقفوا معارضتهم للموضوع. أعضاء النواب والشيوخ الديمقراطيين حكوا كذا مرة إنهم بيقاتلوا لشيك تحفيز اقتصادي أكبر للأمريكان اللي أعضاء النواب والشيوخ الجمهوريين رافضينه. أول شيء خلال المفاوضات بينهم وفيها حكوا إنهم ما رح يدفعوا أكثر من 600 دولار. يوم الاثنين مجلس النواب رح يعمل جلسة وحنسجل فيها التصويت على خطة منفردة لزيادة المبلغ المالي للشيك ونخليها 2000 دولار. وأي تصويت ضد هاي الخطة رح يكون معناته أنه تطنيش المشاكل المالية الصعبة للعوائل، وهو رفض تقديم التخفيف لهم. بنتمنى لو أن الرئيس وقع الخطة الأخيرة والتشريعات عشان تخلي الحكومة مفتوحة وشغالة، وفوق هذا تقديم مساعدات التخفيف من الأزمة. هلا بخصوص حالات كورونا في أمريكا، امبارح سجلت أكثر من 228 ألف حالة إصابة جديدة، عدد حالات الوفاة فوق 3300 حالة وفاة للأسف. الفيروس بينتشر، هلا موسم اعياد، الله يستر الجميع. بالاخر اعطوا فيديو لايك، انشروا بين اصحابكم، اشتركوا بالقناه اذا ما كنتوا اوريدي مشتركين، وان شاء الله بنشوفكم الفيديو الجاي انا وسكاي الغلبويه. تحياتي للجميع، سلام.